يشكل مهرجان فستيفال سيتي عنصرا رئيسا في إضافة زخم قوي لنمو قطاع السياحة في المملكة، بما يخدم أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في جعل المملكة وجهة سياحية مفضلة على مستوى المنطقة من خلال تنويع المنتج السياحي. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة مريم توراني، مديرة إدارة التسويق والترويج بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. أهلا بك أستاذة مريم في نشرة أخبار الثالثة. بداية، حدثينا عن الدور الذي يمثله المهرجان فيما يتعلق برفد السياحة الاستراتيجية أو استراتيجية السياحة في المملكة. مرحبا، مشكورين على الاستضافة. طبعا نفس ما تفضلتي، من أهم أهدافنا الاستراتيجية هي جعل مملكة البحرين وجهة سياحية مفضلة على مستوى المنطقة من خلال تنويع المنتج السياحي. فلذلك تم تصميم المهرجان هذا العام بشكل متميز ليتيح لزوارنا من المواطنين والمقيمين والسياح أفضل الفرص لقضاء أمتع الأوقات، وهذه طبعا بعروض موسيقية وعروض حية، بما في ذلك عدد من الفرق المحلية والأجنبية. نفس ما شفتوا، هذا العام تم زيادة الألعاب الترفيهية لإضافة تجربة مميزة لجميع الفئات وبالأخص محبي المغامرات. ونفس كل عام أيضا تم تخصيص ساحة للمطاعم والمأكولات بالجلسات الخارجية العائلية. نعم، في ظل تطور الفعاليات التي تقدمونها في المهرجان، كيف ترون نسبة الإقبال على هذا المهرجان؟ الحمد لله، الإقبال كان لافت في المهرجان. خلال إجازة الأسبوع فقط تم استقطاب ما يقارب 10,000 زائر، وتنوع الزوار سواء من داخل المملكة أو خارجها، بالخصوص أخواننا من المملكة العربية السعودية، بسبب تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب جميع الأعمار والتي إن شاء الله ستستمر حتى 2 فبراير. نعم، السيدة مريم توراني، مدير إدارة التسويق والترويج بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.